وانا بتابع الزغاليل. الفيديو اللي قبل السابق اللي انا لقيت في الصفحه دي ثلاث زغاليل، ما كنتش اعرف او ما كنتش فاكر ان هم ثلاث زغاليل، وبعدين سبت لها الزغلول الضعيف، سبته يوم واحد وبعدين حطيت معاها زغلول تاني. نشوفهم بسم الله ما شاء الله اصبحهم تمام اهوت. النهارده هنستكمل موضوع متابعه الزغاليل، وبرضه هنتكلم في موضوع غلو الكلفه وازاي نوفر في الكلفه. امبارح اتكلمنا وقلنا ان احنا ما عدناش هنربي حمام بلدي خالص، هنستبدله بحمام زاجل او حمام لاحم، علشان لما تيجي تعرف تبيع تعرف تجيب حق الكلفه اللي انت بتصرفها على الحمام، لان الحمام بيخسر اسعار الكلفه نار، اسعار الكلفه بقت نار، فما عادش ينفع تربي حمام بلدي. وقلنا كمان ان انت ما انتش هتخلي اي حمامه ملهاش لازمه عندك، اي حمامه زياده، اي حمامه تعبانه او مستواها تعبان، اي حمامه ما بتنتجش انت هتتخلص منها نهائيا. طب النهاردة هنعمل حاجات كمان تانية جديدة علشان نوفر كمان في الكلفة والمصاريف. هقولك على الحاجات بعملها، انا بعملها من زمان حتى والكلفة رخيصة. هقولك هي ايه. زي ما قلت لحضرتك الحمامة دي وانا بفرز البيض بتاعها، انا بفرز بيض الحمامة دي لقيت فيه بيضة مخصبة وبيضة فارغة، عشان اوفر ما سيبش الحمامة راقدة على بيضة واحدة. بيضة دي عمرها اسبوع، وفي حمامة تانية في مكان تاني معها بيضة واحدة برضو رقدة عليها بقالها اسبوع. اجيب البيضة واحدة من الاثنين، احط تحتها بيضة كمان، بقاهم اثنين، ما سيبش حمامة رقدة على بيضة واحدة. يبقى انا كده عملت ايه؟ يبقى انا هوفر وقت للحمامة التانية انها تنتج بسرعة. اما خدت البيضة بتاعتها اصبح انها قدامها مثلا 10 ايام وتحص تاني. في كمان بيضة فقست او بيضة ما فقستش، ده فقس بيضة واحدة والتانية طلعت بيضة، هل اجيب زغلولين مع بعض؟ انا معايا زغلول في مكان تاني اهو، عايز اضمه على ده. لا ما ضموش دلوقتي، اسيبه للاهالي تعطيه اللبة لمدة اسبوع على الاقل، اسبوع 10 ايام، لما يخلص الاهالي تخلص معاه اللبة وبعدين اجيبه اضمهم على بعض في نفس الوقت. يبقى انا كده برضو استغليت ان هم يبيضوا تاني ويحصوا بسرعة اللي انا خدت منهم الزغلول وضميته على الزغلول التاني. يبقى كده برضو وفرت كلفة، لكن مش هاخده في العمر ده، في العمر ده اسيبه مع فرضاني زي ما هو مفيش مشكلة. ليه هسيبه كده؟ لان اللبة ده لو اتساب فحصلت الاهالي بيضر الاهالي يا جماعة. ما تاخدش الزغليل وتسيب الاهالي، لو الزغلول فقس تحتها كده ما تاخدوش، سيبه اسبوع او 10 ايام على الاقل عشان ما تضرش الاهالي، ده بيضر الاهالي وممكن يصيبها بالامراض. فهقولك تضمهم في عمره قد ايه، سيب الاهالي تعطيهم اللبة للعمر اللي زي ده كده على الاقل يكون زي ده، اضمهم، ابدا اضم الزغلولين على بعض، وممكن ثلاثة كمان. انا بعمل كده ثلاثة بس طبعا بفضل متابعهم، اللي الاهالي ما بتاكلوش بوكلنا. طيب واحنا بنستمر في متابعة الزغاليل النهارده، برضو معانا هنا اهو الزغاليل اللي كنا شفناها قبل كده، كنتوا شايفينهم حضراتكم معايا وهم لسه فاقسين من اول يوم. كان في زغلول هنا صغير كده كان لسه فائس اللي انا خدته، اشوف ده كان فائس مع زغلول من الكبار التانيين اللي قبل دول، واحد من دول. طيب انا معايا هنا برضو، هنستمر برضو في نقل الزغليل، ده صغير مش عاجبني النهارده وده كبير، هشوف له حاجه انقلها معاه. هنا بيضه لوحدها اهو انا عارف تاريخها، وفي بيضه تانيه في مكان تاني احطهم اضمهم على بعض. طبعا باين الحجم ان دي بيضه حمامه ودي بيضه حمامه تانيه خالص، دي نوع ودي نوع، لكن ان شاء الله يفقسوا مع بعض والاهالي ياكلوهم مع بعض باذن الله. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين بنتابع كل يوم، والدليل على كده ان انا بحط برضو زغلول اهو، لو شفت هنا زغلول زاجل وزغلول لحم، انا بنقل على طول، بنقل اي زغلولين يكونوا من حجم واحد بنقلهم مع بعض، ما سيبش حمامه راقده على زغلول واحد او على بيضه واحده. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده الحمام السائب ده كله انا مش عارف، اللي شاف الفيديو اللي قبل كده، اللي ما شافوش برضو هنقول له الكلام تاني. اللي بشاف الفيديو قبل كده اتكلمنا عن اننا هنشوف الحمام ده كله اللي شغال واللي مش شغال. طب واحد هيقول لي، قال لي ان انا ما اعرفش الحمام الشغال من الحمام اللي مش شغال، قلت له هتعلم برجلين الحمامه باي حاجه، بدبله الحمامه الشغاله هتلاقيها راقده على البيض، هتاخد الحمامه تعلمها من رجلها باي علامه او تلزق عليها لزقه، المهم باي طريقه، في ناس بيعلمها من جناحها، المهم بتعرف الحمام الشغال تديله علامه، بعد كده تاخد اللي مش شغال، الحمام اللي مستواه ضعيف تذبحه وتخلص منه، اسعار الكلفه نار الايام الجايه لو ما عملتش كده هتصفي الحمام. بسمع الكلمه دي كتير، اللي يقول انا زهقت انا هصفي الحمام هذبح الحمام، لا انا ما بقولكش اذبح او صفي الحمام، انا بقولك خف الحمام، سيب الحاجه الضروريه، ما تاكلش حمامه في الفاضي، اذبح الحمامه اللي ملهاش لازمه، الحمامه اللي ما بتنتجش عندك اذبحها، هتاكل
ملوى قبضة ايدك كده على قد الفرد الحمام. لو انت مربي في سلكات هتملى ايدك كده بالكلفة، هي دي الوجبة، وجبة الحمامة قبضة ايد كده. وزنها امبارح 35 جرام للفرد الحمام. اكله ما تخليش اكل يفيد، انا عايزك تخلي الحمام جعان كده الحمام هيكون صحته كويسة. تجوع الحمام وتأكله تاني، مش تجوع الحمام تسيبه يموت من الجوع، وتأكله مرة واحدة بس في اليوم هتلاقي الحمام صحته كويسة. زي ما عملت لك فيديو قبل كده قلت لك جوع الحمام تاخد زغلول قوي، هي دي فعلا نظرية صح، وفي نفس الوقت هتجوع الحمام هتاخد حمام صحته كويسة. جوعه وبعدين شبعه، وجوعه وبعدين شبعه كل يوم بنفس الطريقة. انا بأكل مرة واحدة للحمام اللي مش شغال في اليوم، ومرتين للحمام اللي معاه زغليل. يعني لو في حمام في سلكات اتأكله مرتين اللي هو شغال، مش شغال مرة واحدة كفاية جدا. دي الطريقة اللي هتاخد منها حمام قوي. طبعا انا كنت حسبت امبارح الكلفة بس، ما حسبتش تعبك، ما حسبتش الفيتامينات والاملاح المعدنية وثنائي فوسفات الصوديوم والادوية لو صاب الحمام اي مكروه لا قدر الله، والتحصينات لو حضرتك بطاقة التحصينات، مع ان التحصينات مهمة جدا خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دي، يفضل ان انت تحصن في الشهر ده او الشهر اللي جاي، تحصينات السلمونيلا وتحصينات الروشة، وفي ناس كمان بتحصن للجدري. يعني هنشوف النهارده برضو اصغر زغاليل كنا بنتابعها وبننقلها من مكان لمكان، عشان دول كانوا 3 زغاليل. بسم الله ما شاء الله، الزغلول لهم كبرهم، تشوفهم فيهم حاجه ضعيفه، يعني هو اصغر بس اكل الحمد لله. شرس جدا الذكر ده، خايف على الزغاليل بشكل. طيب ده اللي احنا هنستمر في متابعتهم، دايما هنتابع اصغر زغاليل في الفيديوهات القادمة. اللي ما شافش الفيديوهات السابقة في متابعة الزغاليل فيها معلومات جميلة جدا، قدمنا معلومات عن ازاي تعطي الزغاليل فلاجيل، وازاي تعطيهم خميرة، وايه الوقت المناسب انك تعطي الفلاجيل وتعطي الخميرة. قلنا حاجات كتير، ازاي كمان تفرش الطاجن تحديق، او تفرش ايه، او تفرش قش ايه، وتفرش ايه في الصيف، او تفرش ايه في الشتاء، بحيث انك تأكل الحمام وتلاقي مردود فعلي او تلاقي مكسب من الحمام، الحمام ما يخسرش منك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.